السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقاتكم برنامجكم الاختيار الصح. في البداية أحب أرحب بزميلتي فيحاء. أهلا بك يا فيحاء. أهلا بك يا باسم، وأهلا بحضرات المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب كده سنة سعيدة علينا وسنة كلها تفاؤل وبركة يا رب على الشعب المصري كله. كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة، وإن شاء الله السنة دي تكون سنة جميلة على كل المصريين. النهاردة البرنامج بتاعنا برنامج مميز جدا جدا، هيتكلم عن كل ما يخص مشاكل الشعر مع ضيفنا الجميل الأستاذ لطفي. أهلا بك يا أستاذ لطفي. أهلا وسهلا. الأستاذ لطفي خبير التجميل والعناية بالبشرة والشعر، أهلا وسهلا بك، نورتنا النهاردة في برنامجك يا أستاذ لطفي. نور بك يا باسم. كلمنا عن طبيعة الشعر. الشعر طبيعته بتختلف من شعر للتاني، يعني في عندنا بيبقى فيه شعر دهني، في شعر جاف، بيبقى فيه شعر عادي. برضه في انواع كتيره للشعر، في شعر بيبقى شعر مستقيم، في شعر بيبقى شعر مموج، في شعر بيبقى شعر متعرج، في شعر ملفوف. احنا بنتعامل مع كل نوع على حسب احتياج الشخص ليه، يعني احنا بنشوف الشخص هو محتاج ايه وعلى هذا الاساس بنتعامل. اسهل نوع احنا بنتعامل معاه طبعا هو الشعر مثلا المستقيم، لان ده بيبقى سهل ان احنا نوصل للمرحله اللي الشخص محتاجها. هو نفس الشعر اللي يعني كل طبيعه شعر كل واحد بتفرق من واحد من شخص للتاني. تمام. واحنا بنتعامل على حسب احتياج الشخص، يعني الشعر الملفوف او الكيرلي بقى اليومين دولت بقى موضه. بيختلف من شخص للتاني على حسب احتياجه، وبعدين بعد التطور اللي احنا وصلنا له في المجال بقى سهل جدا ان احنا نتعامل مع اي نوع شعر ونوجهه على حسب الاحتياج اللي الشخص محتاجه. طب احنا شايفين في ظاهره كده منتشره الفتره الاخيره ان ناس كتير من الشباب يعني بيعانوا من تساقط الشعر من سن مبكر. ايوه فعلا. فلو حضرتك تقدر تعرفنا او تقول لنا ايه السبب في حاجه زي كده وازاي اتعامل معاها يعني. الاسباب بيبقى في عندنا ثلاث اسباب لتساقط الشعر. في اسباب هرمونيه وفي اسباب مرضيه وفي اسباب تجميليه. الاسباب الهرمونيه دي بتبقى راجعه لحدوث تغيرات هرمونيه في الجسم، وده بيبقى غالبا راجع لهرمون الاندروجين. هرمون الاندروجين هو الهرمون المسؤول عن انبات الشعر في الجسم. مع التطور او مع التقدم بتاع العمر بيبدا الهرمون يكسل في النشاط بتاعه في ان هو يفرز الهرمون عشان الشعر ينبت. فمع التقدم بتاع العمر بس احيانا بيحصل في السن في شباب يعني احيانا بيبقى في السن الصغير هو بنوصل لمرحله ان الهرمون بينشط خالص بيكسل خالص. فبيبدا ان هو نوصل لمرحله الصلع الوراثي. طب ايه ممكن هو اتكلم عن طرق بس هو احنا معالج. معنا الفيديو اللي في المركز عند حضرتك يا استاذ لطفي، احنا ممكن نشوفه دلوقتي تكلمنا عنه. عشان تحكي وانت بتحكي عن طرق المعالجه يعني ازاي نتعامل مع المشكله دي. وبيبقى عندنا تاني اسباب مرضيه. الاسباب المرضيه دي طبعا ان احنا عندنا اي شخص بيتعرض لاي مرض ايا كان وبيبدا يتناول ادويه او بيتناول عقاقير طبيه بيبدا الشعر يتساقط. عندنا برضو الانيميا، نشاط الغده الدرقيه، الثعلبه مرضيه دي بقى كلها اسباب مرضيه. كل دي اسباب مرضيه. الثعلبه اصلا مرض مناعي بيهاجم الجسم من خلال بصيلات الشعر. ايوه صح. لازم بنتوجه لدكتور بحيث ان احنا نبدا نحد من انتشاره. عندنا برضو الناس اللي بتعمل ريجيم، الناس اللي الغذاء بيتلخبط عندها فبيحصل ممكن التساقط. دي بالنسبه للاسباب المرضيه، ولكن بعد ما بيرجع الشخص يتعافى كل حاجه بترجع لطبيعتها تاني. الاسباب التجميليه بقى طبعا ان احنا عندنا المنتجات او الشامبوهات الغير صحيه، سواء كانت شامبوهات او زيوت، كل المنتجات دي او كل الحاجات دي بتاذي الشعر وتاثر عليه تاثير سلبي جدا. الاستشوار والمكوى لهم تاثير، الصبغات، كل المنتجات التجميليه او كل دي اسباب تجميليه بالنسبه لتساقط الشعر. تمام. ايه انواع الاكل او الطعام اللي هو ايه يعني ما يكونش ليه بديل للزيوت؟ احنا عندنا اطعمه كتيره ممكن تغنينا عن الزيوت والكريمات، زي مثلا البيض، السمك، اللبن، الفراخ، العدس، البطاطا، السبانخ، التوت، كل الاطعمه ديت. طبعا الخضروات لها دور كبير في التغذيه. الخضروات ليها دور برضو للشعر؟ طبعا لها دور كويس في تغذيه الشعر.
طب البطاطا، انت قلت البطاطا، البطاطا والتوت والعدس والسبانخ وكل البروتينات او الحاجات المضاده للاكسده كويسه للجسم، هي بتخلي الشعر ينمو وبتغذيه طبعا. اه طبعا، فلازم نحافظ على كل الاطعمه ديت عشان نوصل لمرحله نمو صحيه. تمام. طب في حاجه غير يعني الاطعمه او النباتات مثلا، الحاجات اللي هي في حاجه غير دي اللي هو الواحد ياخد عليها يعني تخلي الشعر بتاعه ناعم مثلا، اللي هو ما فيش تساقط للشعر، حاجات طبيعيه مثلا؟ في طبعا منتجات طبيعيه، زيوت، في خلطات، جلسات ترميم، في كبسولات فيتامين، في طرق كتيره بتخلي الشعر تحد من التساقط وبتعالج الشعر بطريقه كويسه. هو لسه كنت حضرتك ذكرت التساقط الوراثي، فاحنا هنقول بقى سؤال اللي هو متعلق بالصلع الوراثي. الصلع الوراثي اللي هو دايما الناس بتبقى مش عارفه. مشكله كبيره وظاهره اليومين دولت بتاعه الصلع الوراثي، احنا بنتعامل معاه بثلاث طرق. بنتعامل معاه بطريقه العلاج المؤقت، دي اول طريقه، لما يكون مثلا شخص عنده صلع وراثي ومحتاج ان هو يحضر مناسبه، فاحنا بنحاول بنحط مواد تدي ايحاء بان في شعر. ده تبقى حاجه مؤقته؟ اه حاجه مؤقته بس، هو مجرد ما بيخلص المناسبه بتاعته بيغسل شعره وبيرجع لوضعه الطبيعي تاني خالص. في بقى تاني حاجة معانا هي تركيب الشبكية، وبقت منتشرة اليومين دول كتير، موجود منها أنواع كتيرة جدا، في موجود منها الهندي والباكستاني والإيطالي والفرنساوي. احنا بناخد منها على حسب خامة شعر، عشان في الآخر يبقى في نسبة وتناسب، ما يبقاش شاذ الشعر في الآخر، يبان ان هو طبيعي جدا. يعني احنا بناخد درجة الشعر القريبة للدرجة اللي موجودة، بحيث ان في الآخر يبان ان هو طبيعي جدا. صح مظبوط. بتخلي الشخص يتعامل طبيعي جدا، بتخليه بينزل لو هو عايز ينزل البسين، بتخليه يتعامل بيستشور بيكو، بيتعامل يعني في طريقتين، يا اما مؤقت لمناسبه او وفي بقى طبعا دائم قاعد معاه شويه. بيقعد قد ايه تقريبا الدائم ده بتاع البسين والحركه؟ الشبكيه المفروض ان احنا بنغير اللزق تقريبا من 15 ل 30 يوم على حسب استخدامي انا لشعري. صح. واحنا بنغير اللزق كنوع من انواع النظافه الشخصيه. تمام. وفي طبعا الحل الثالث اللي هو بيبقى زراعه الشعر، بس ده بيبقى من خلال مراكز طبيه. ده طبعا مراكز دكاتره طبيه. بس هو زراعه الشعر يعني ليها تاثير برضو فيما بعد، ولا هي زراعه الشعر دي حاجه مؤقته برضو؟ هي طبعا مع المدى الطويل بيبقى لها تاثير، لان هم بياخدوا من الخلايا او من البصيلات المنبته خلف الراس وبيزرعوها قدام. فطبعا اي شخص عادي بيبقى ليه عدد بصيلات، يعني احنا عندنا بيبلغ متوسط عدد شعر الراس بالنسبة للشخص العادي تقريبا 100,000 بصيلة شعر، موزعة على مساحة 770 سنتيمتر مربع على مساحة فروة الرأس. فاحنا طبعا بيبقى عندنا مع بداية الصلع الوراثي بيبدأ العدد ده يقل جدا، هي نسبة تقريبية. فاحنا بياخدهم من البصيلات اللي في الخلف يزرعوها طبعا قدام، فطبعا مع المدى البعيد بيبقى بتقل برضه شوية. طب هو الصلع الوراثي ده يعني بيظهر من كام سنة؟ في ناس بيبقى على حسب الهرمونات بتاعتهم، لان ده بيحدث نتيجه لتغييرات الهرمونات، فعلى حسب ما بيبدا السن، بيبدا سن الشباب بيبدا يظهر عنده الصلع الوراثي، وبيبدا تدريجيا يعني بيبدا يخف فتره فتره لحد ما ما بيجيش طبعا فجاه. لا لا. استاذ لطفي، احنا دايما بنسمع عن جلسات الترميم، احنا معانا فيديو دلوقتي عايزين نشوفه الترميم، ممكن عنه؟ الترميم هو إعادة إصلاح وتغذية الشعر التلف، بنستخدم فيه كل المنتجات الطبيعية، بنستخدم فيه زبدة الشيا الأصلي، بنستخدم فيه زيوت زي زيت الأرجان، زيت الصبار، زيت الزيتون، زيت اللوز المر، زيت البردهان، زيت اللافندر، كل الزيوت دي بتغذي الشعر جدا. في ناس لما بتيجي تستخدم الترميم بتضيف لي مواد كيميائيه زي البروتين او الكولاجين او الفيلر، بس احنا ما بنفضلش ان هو نضيف لي حاجه، هو بيضيف لي المنتجات دي عشان يدي نتيجه يعني سريعه. ولكن احنا ما يعني ما بنفضلش ان احنا ندخل فيها اي مواد طبيعيه عشان يبان ان هي ايه طبيعيه اكتر وتغذي الشعر بطريقه افضل يعني. بنستخدمها زي ما احنا شايفين في الفيديو، هو طريقه توزيع. بنبدا نوزع المكونات على الشعر، وبعد كده بنبدا نشتغل بالبخار او بالبركاب الحراري على حسب المتاح، وبنبدا بعد كده بنستخدم الفوطه السخنه او البخار. طبعا لازم بنعمل مساج لفروه الراس كل 10 دقائق او كل 5 دقائق عشان تنشيط الدوره الدمويه. عشان تنشيط الدوره يعني. بس ليه مثلا الكرياتين، هل هو الكرياتين ده ليه اشخاص معينه او شعر معين ان هو يتضاف عليه ولا لسه؟ لا، هو في ناس بتحب ان هي تدي نتيجه كويسه جدا في الاول، فبيضيف لي المواد دي وبيستخدم المكوى،
ولكن ده بيبقى غلط جدا. احنا هي على المدى ان احنا مثلا ممكن بتأذي طبعا بتأذي طبعا. فاحنا هم يعني في ناس بتفضل الموضوع ده، ولكن احنا بنشتغل بمنتجات طبيعيه لان ده بيبقى افضل وبيغذي الشعر جامد على المدى الطويل، وعلى مدى مثلا ممكن مع 3 جلسات ترميم بيبان نتيجه كويسه للشعر. صحيح. طب احنا هنطلع فاصل بس وهنرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفنا الجميل استاذ لطفي. في بقى موضوع الجفاف، جفاف الشعر اللي دايما مهما الواحد حاول يعمل حمامات كريم دايما شعره فيه. انا بالنسبه لي بقى يعني مشكله الجفاف دي، كلمنا عن المشكله دي وازاي نعالجها. جفاف الشعر بيرجع للعوامل المؤثره على الشعر، يعني الاستشوار المقل كتير، الصبغات، بعض الاستخدام الشامبوهات اللي بتبقى طبعا فيها صوديوم طبعا. كل العوامل دي بتأدي لجفاف الشعر. طبعا المايه السخنه في الشتاء بتؤدي برضو لجفاف الشعر. فاحنا بنحاول نتخلص من الجفاف يا اما بجلسات ترميم، يا اما بنعمل خلطات زيوت للشعر او حمامات كريم، وممكن نعمل بلسم مثلا من مواد طبيعيه كده زي الاستبار او ميه الورد. فعلا اثبتوا مؤخرا ناس كتير حتى الاجانب بداوا يسيبوا موضوع البلسم الكيميائي ده خالص. يعني فعلا بيأذي الشعر. بنستخدم جل الاستبار ومعاه ميه ورد وبنضيف ليه زيت الجاجوبا وزيت جوز الهند. تمام. وده بلسم سهل ان احنا نعمله في البيت. ده يبقى جميل قوي طبعا. طبعا وبيفيد الشعر جامد. زي ما قلنا برضو جلسات الترميم بتفيد الشعر. بنحاول نتجنب الشامبوهات على قد ما نقدر، وبنستخدم زيوت وكريمات وحمامات كريم وبلسم تكون برضو زيرو صوديوم، بحيث ان احنا نقدر نتخلص من جفاف الشعر. تمام. استاذ لطفي، ازاي اقدر احافظ على البروتين بعد الجلسه؟ احنا بنحافظ على البروتين بعد الجلسه ان احنا بس عايزين نقول للناس الاول يعني ايه بروتين، نعرف الناس الاول ايه البروتين. الامر اختلط بينهم. صح. بين البروتين والكرياتين. البروتين هو احدث الطرق التي تستهدف اعاده البروتينات المفقوده من الشعر، والتي لا يمكن تعوضها من خلال النظام الغذائي. ان انا النهارده الشعر ما عادش بيستجيب للنظام الغذائي، فانا بحاول اعوضه ببروتينات خارجيه. وهو يعتبر تطور لفكره الكرياتين، لانه بيحتوي على بروتينات واحماض امنه بتساعد بقى على علاج تساقط الشعر والتقصف والهيشان والتجاعيد. في طبعا البروتين انواع كتيره جدا. احنا لازم نفهم الاول انا شعري محتاج ايه. لان طبعا في ناس بتيجي تقول لي انا شعري وقع بعد البروتين. فلما اجي اساله اقول له طب انت عامل بروتين ايه، يقول لي مش عارف. فطبعا دي بترجع ان انا لازم لو انا هعمل بروتين لازم اعمله عند شخص فاهم. بالظبط، لانه فعلا ممكن يدمر شعرك جدا لو هو مش فاهم. في ناس بتضيف للبروتين بوتكس وفيلر وكولاجين الحاجات دي سمعنا عنها برضو، في ناس كتير اشتكت منها. فاحنا ما بنحبش ان احنا نضيف ليه حاجه، لان هو ماده كيميائيه. فطبعا لما بنضيف ليه ماده كيميائيه ممكن يحصل تفاعل، ممكن يجيب نتيجه ايجابيه مع شخص بس يجيب مع شخص ثاني نتيجه عكسيه. مظبوط. فانا لازم اعرف الاول انا محتاج ايه، يعني انا شعري محتاج ايه، وعلى هذا الاساس ابدا اتعامل. هو انت دلوقتي قلت البروتين نوعه ايه، لما حد بيجي لك بتقول له البروتين البروتين ده نوعه ايه؟ على هو حسب البروتين احتياج. ده انواع؟ طبعا انواع كتير. اهم حاجه ان هو يكون خالي من الفورمالين، لان اي بروتين هم بيدخلوا فيه الفورمالين عشان يدي فرد للشعر بطريقه اكتر. صح. ده اللي بيعمل الاذيه بقى، فبيجهد الشعر اكتر. صح. فاحنا بنحاول دايما ان احنا نشتغل بانواع تكون خاليه من الفورمالين، بحيث ان هي تبقى امنه وسالمه، حتى لو احنا هنعمل لطفل فوق ال 11 سنه يبقى امن عليه. ايوه. نحافظ عليه بقى ازاي؟ ان احنا دايما ما ينفعش ان احنا نستخدم اي منتجات بعد البروتين. لازم نستخدم مجموعه البروتين سواء كانت شامبو او بلسم. نستخدم البلسم اكتر من الشامبو. لازم نستخدم نوع سيرم كويس، بحيث ان احنا نحافظ على تغذيه الشعر، نقلل من كانك بتغلفها كده وبتحميها. ونحاول نشتغل بالمنتجات اللي هي بتاعت البروتين، بحيث ان احنا نحافظ عليه ويعيش معانا مده اطول. طب ايه اللي ممكن اصلا يخلي البروتين ينقص في الشعر؟ يعني بمناسبه قصه البروتين دي. طبعا هو النظام الغذائي ليه دور في نقص البروتين. النهارده لما انا بجهد شعر بالاستشوار كتير، لان طبعا النهارده بقت موضه جدا حوار الاستشوار الكتير والمكوه. طبعا الصبغات، العوامل المؤثره النهارده، المنتجات اللي بقت موجوده، بقت الناس اللي بتستخدم المنتجات لازم تبقى فاهمه هي بتستخدم ايه. لان طبعا اللي بيستخدم كريمات او زيوت او شامبوهات لازم يبقى فاهم ان المنتجات دي عشان تبقى صحيه لازم تبقى خاليه من الصوديوم، عشان ما تاديش لنقص البروتين في الشعر. ايه الاكلات اللي احنا تخلي البروتين ده يحافظ على الشعر، يعني يفضل مده اطول؟ احنا زي ما احنا قلنا طبعا الخضروات، الفاكهه، السمك، اللبن، البيض، كل المنتجات دي او كل الاطعمه ديت بتؤدي ل انتظام البروتينات في الشعر. طب احنا دلوقتي في موسم الشتاء، ناس كتير بتشتكي من تساقط الشعر والقشره، تنصحنا بايه
يعني الشباب تمشي عليه او الستات او البنات البيبي؟ اغلب الناس فعلا في الشتاء بيظهر عندها القشره بطريقه يعني بطريقه ظاهره جدا. دي برجع لاسباب كتير. اول حاجه المناخ، ان انا النهارده ما بقعد في مكان دافي واجي اخرج في مكان بارد، فلازم ابقى عامل حسابي ان كده انا بجهد الفروه بتاعه الراس، او ان انا بستخدم ميه سخنه واخرج في الهواء، فده بيخلي فروه الراس يحصل عندها جفاف زي صدمه كده. زي صدمه. النهارده لازم ان انا احافظ على شعري، ان هو اما اجي اغسل شعري اغسله بطريقه كويسه جدا وبطريقه صحيه جدا، ان انا ما اجيبش نوع شامبو غير صحي واحطه على الشعر بطريقه مباشره، فطبعا ممكن ما يتغسلش الغسيل الكويس جدا فالشامبو ده يعمل لي قشره. تغيير الهرمون في الجسم، انه طبعا في الشتاء بتبدا القشره تزيد. كل الاسباب دي بتؤدي لظهور القشره. في ناس بتعالج القشره بمنتجات طبيعيه، وفي ناس بتلجا للمنتجات الكيميائيه، بس احنا المنتجات الكيميائيه دايما بتؤدي ان الشعر بينشف وبيحصل عنده جفاف. ايوه صح. فاحنا بنحاول نتعامل معاها الاول بالمنتجات الطبيعيه، زي خل التفاح، عصير الليمون، زيت جوز الهند، زيت الشاي الاخضر، كل المنتجات دي. زيت جوز الهند فعلا له علاقه بالقشره. الصبار يعني طبعا الصبار ليه جزء، ليه دور في الشعر؟ قصدك من ناحيه القشره؟ انا بشوف برضه ناس كتيره دلوقتي بتجيب الصبار اللي هو الشجر. الشجر ده فعلا في ناس بتعمل بيطلعوا منه زيوت. هو الصبار مفيد جدا للشعر، يعني سواء القشره او غير القشره، هو مغذي اصلا كله عموما. فاحنا بنتعامل بالمنتجات الطبيعيه، وفي ناس بتلجا لان هي تستخدم منتجات، فاحنا بنقول لو حد هيستخدم منتجات كيميائيه يحاول ان هو على قد ما يقدر الشامبو يكون خالي من الصوديوم، لان ده اكتر حاجه بتأذي فعلا. ونحاول دايما نعمل مساج لفروه الراس بزيت جوز الهند وزيت الشاي الاخضر، لان ده بيساعد في الحد من انتشار القشره. هي الميه السخنه ليها دور ان هي تشيل القشره من الشعر؟ لا طبعا، هي الميه السخنه من اسباب تكوين القشره. تكوين القشره على فروه الراس. فاحنا بنحاول ان احنا نستخدم الميه الفاتره، بلاش الميه السخنه. طب ايه بقى النصايح اللي ننصح بيها الماميز المامات عشان الاطفال طبعا بيبقى التعامل معاهم خاص شويه عشان موضوع القشره او التعامل مع شعر الطفل؟ ايوه فعلا، احنا دايما بننصح الامهات ان هي تقص شعر الطفل كل 3 اسابيع عشان النمو برضو، لان ده بيساعد على نمو الشعر طبعا بشكل صحي، بيقلل من تساقط الشعر والتقصف والهيشان، عدم استخدام المنتجات الغير امنه للاطفال، لان طبعا الطفل بالذات في التكوين بتاع البصيلات بتاع الشعر بيبقى حساس جدا. بالظبط، ما عشان كده عدم غسيل الشعر بطريقه مستمره، لان طبعا استمرار غسيل الشعر للطفل ده بيؤدي لجفاف الشعر وان هو ينشف. اتباع النظام الغذائي طبعا مهم جدا بالنسبه للطفل. طبعا في اطفال كتير الاستشوار المقبول، والناس اللي بيخلوا بناتهم يعملوا لهم بقى البروتين والحاجات دي صح ولا غلط؟ الاطفال اللي هم صغيرين 6 سنين و7 سنين وكده؟ لا بيبقى يعني 6 سنين و7 سنين ده صغير جدا، يعني احنا لما بنيجي نشتغل الاطفال من 11 سنه وطالع على الاقل، صح؟ وبنحاول بنبقى يعني مركزين جدا ان احنا نتعامل بانواع يعني سهله جدا وبسيطه جدا، عشان يعني مخففه مثلا او جداً كده، يعني حاجه لا تذكر كده، بحيث ان هي ما تاذيش الطفل. هو الطفل يعني بيبقى مستوعب، فيه اطفال بيعمل لها بروتين من سن 9 سنين، البروتين ده هل له تاثير على الفروه نفسها للطفل ولا؟ لو هو بروتين داخل فيه فورمالين ممكن يؤذي الطفل جدا، لان بيبقى عامل له التهابات فروه الراس، بيبقى لسه بشرته ضعيفه. صح، هو نفس الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي على الشاشه اللي هو الاطفال اللي عندك في المركز فعلا. تعقيم طبعا اهم حاجه. ممكن تكلمنا برضو عن الفيديو، يعني تقول لنا ايه؟ احنا بنحاول نتعامل مع الاطفال بطريقه خاصه، ولهم مكان خاص بيهم. انا شايف الاستشوار برضو، هل الاستشوار ده يعني الطفل ده هيستحمل الفروه نفسها بتاعه الطفل هتستحمل الاستشوار ده؟ احنا بنحط ماده كده قبل الاستشوار بحيث ان هي تبقى عازل بين الاستشوار والشعر، فما يبقاش ليه تاثير سلبي على شعر الطفل. تمام. ازاي اقدر احافظ على الشعر في الشتاء؟ اول حاجه لازم اتجنب استخدام الميه السخنه في الشتاء بالذات. تاني حاجه لازم، عشان الشتاء بيحصل فيها عمليه جفاف للشعر، فنلجا دايما للتغذيه بتاعه الشعر، سواء كان بالمواد الطبيعيه زي ما قلنا جلسات الترميم او كبسولات الفيتامين او الحاجات اللي بتساعد على نمو الشعر بطريقه صحيه. لازم نستخدم مساج الزيوت لفروه الراس، لان ده بيساعد على تنشيط الدوره الدمويه، بيبقى مفيد جدا للشعر في الشتاء. بنحاول نتجنب الشامبوات الغير صحيه، اتباع النظام الغذائي اللي يخليني جسمي يستفيد بالبروتينات عشان الشعر ينمو صحي.
طب سمعنا كتير عن الناس اللي تقولك علاج الشعر الابيض واقضي على الشعر الابيض، في حاجه اسمها علاج الشعر الابيض يعني خلاص مش هيبقى في شعر ابيض تاني؟ لا طبعا الاعلانات اللي بنشوفها دي لا هو يعني لا يوجد اي منتج طبي بيعالج الشعر الابيض. ما انا بقول كده ولكن يعني احنا بنحاول نحافظ على الشعر الابيض. طب ايه حضرتك بتتعاملوا ازاي بالنسبه للحاجات؟ اول حاجه لو واحد محتاج ان هو يصبغ ما بنلجاش للصبغه، لان اي نوع صبغه بيدخل في الاكسجين بيأثر على الشعر جامد، بيأثر على تأثير. ممكن تقول لنا ايه التعقيم؟ احنا هنعرض فيديو دلوقتي، ممكن تتكلم لنا عنه؟ طب ما اردش على السؤال. احنا عندنا طبعا مع انتشار فيروس كورونا كان لازم ناخد كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للوقايه من الفيروس، وخاصة ان احنا كان مع بداية انتشار الفيروس كانت الناس كلها بتخاف من الحلاقة. فطبعا احنا عندنا المركز معقم على اعلى مستوى، وعندنا طبعا الناس بتبقى ملتزمة بالتباعد الاجتماعي والكمامات والجوانتيات، ودي اهم حاجة في الفترة دي. عندنا التيم اللي شغال يعني معنا، اللي كان طالع كلام اللي هو مش هنحلق ونحلق في البيت، وفاكر اول كورونا احنا قعدنا فترة كبيرة كانت الناس خايفة جدا، ولكن لما الموضوع الاجراءات لما بتتعود عليها وبتتبع بيبقى خلاص بتلجا للمكان اللي يكون فيه تعقيم او فيه حاجه كويسه. نرجع لنفس بقى السؤال اللي كنت بتجاوب عليه بتاع الشعر الابيض. للاسف بس حلقتنا خلصت، بس يعني كلامنا ما خلصش يا استاذ لطفي. احنا بصراحه عايزين نقعد ساعتين ثلاثه. احنا بنشكر حضرتك وشرفتنا في البرنامج. نشكر فيحاء زميلتي. شكرا يا باسم، وشكرا لضيفنا الجميل النهارده على المعلومات القيمه دي. وبنشكر جميع المشاهدين، وإن شاء الله يستنونا في حلقة يوم الأحد اللي جاي الساعة 5 في نفس التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.